انطلاق موفق أعزاء الجمهور والحضور الكريم، بريتشني في صدارة والوصافة مع الجواد ماستر أوف برازيل في صدارة جميلة وقوية في وسط الجياد، محاولات للحاق من قبل الجواد روغ نيشن وتوماس لوكسيك في الترتيب الثالث، هناك هانجري فور فاشن في الترتيب الرابع، نشاهد الجواد إمبراطور في الترتيب الخامس، نشاهد الجواد غالي الأثمان أو وادي السيل، نعم الصدارة مع بريتشني ملك سيد محمد راشد عبد الله الجبر النعيمي وسفيان سعدي الوصافة خطوة بخطوة، روغ نيشن ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني آل ثاني وتوماس لوكيتريك في الترتيب الثالث، الجواد هانجري فور فريشن ابن عبد الله محمد الشيخ الكواري وشيتيا في الترتيب الرابع، الجواد الامبراطور ملك المهندس حسن علي عبد الملك والقطري فالح مغني في الترتيب الخامس، نشاهد الجواد غالي الاثمان ووادي السيل المنعطف الاخير، تعطى الاعازات والصدارة مع بريتشني والقادم روك نيشن، ولكن الصدارة غائمة وقوية مع الجواد بريتشني والقادم مع التوقعات رونج نيشن وبريتشني، بريتشني ورونج نيشن، نعم رونج نيشن يخطف صدارة الشوط، ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني آل ثاني والوصافة أيضا للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، الأول والثاني للشيخ فيصل بن حمد بن ثاني آل ثاني.